السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. من قناة احباب رسول المسموع نقدم لكم 10 رجال لا يدخلون الجنة. قد يبدو العنوان غريبا، نحن لا يمكننا ان نقول من يدخل الجنة ومن يدخل النار، ولكن من هم هؤلاء الثلاثة الذين لا يدخلون الجنة، ولماذا؟ سنضع في هذا الموضوع نبذة بسيطة عنهم. ثلاث لا يدخلون الجنة أبدا: أيوس، والرجلة من النساء، ومدمن الخمر. قالوا: يا رسول الله، أما مدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث؟ قال: الذي لا يبالي من دخل على أهله. فقلنا: فما الرجلة من النساء؟ قال: التي تتشبه بالرجال. الديوث، فسر النبي صلى الله عليه وسلم الديوث هذا الحديث بأن الذي يقر الخبص في أهله، سواء في زوجته أو أخته أو ابنته ونحوهن. والخبص المقصود فيه الزنا وبواعثه ودواعيه وأسبابه من خلوة ونحوها. وهو الرجل الذي لا يغار على عرضه ولا محارمه، ويرى فيهم المنكر ويسكت عنه. ربما ورد في الصحيحين قول المغيرة بن شعبة، قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مفصح عنه. فبلغ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا، أنا أغير منه، والله أغير مني. من غيرة الله حرم الفواحش فما ما ظهر منها وما بطن. ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من الله. من أجل هذا بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين. ولا شخص أحب إليه المدحة من الله. من أجل هذا وعد الله الجنة. ربما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل الديوس بأنه لا يشم ريح الجنة يوم القيامة، وأن ريحها يبعد عنه 70 خريفة، ويظهر من حكم الديوث. فمن إذا رأى منكرا في أهله نصحهم بتركه وجاههم إلى الصواب. الرجلة، والرجلة هي المرأة المسترجلة، وكما يطلق عليها البعض في عصرنا البويه. فهي ترتدي الثياب الرجالية وتقص شعرها قصيرا تماما كقصة الشباب، وتفخم صوتها وترفعه مقلدة صوت الرجال، وتتعامل مع الآخر مفرطة، فمحاولة فرط الزعامة والسيطرة الذكورية، ويتخلى عن جميع مظاهر الأنوثة. فاللبس والحديث والتصرف، وربما حذر الرسول أشد التحذير من هذه الظاهرة سواء للنساء أو للرجال. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال في حديث آخر: لعن الله الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل. رواه الإمام أحمد وأبو داود. ربما جاء في الذكر، وروى الطبراني عن أبي أمامة مرفوعا: 4 لعنوا في الدنيا والآخرة. وأمنت الملائكة: رجل جعله الله ذكرا فأنس نفسه وتشبه بالنساء، وامرأة جعل الله أنثى فتذكرت وتشبهت بالرجال، والذي يضل الأعمى، ورجل حصور، ولن يجعل الله حصورا إلا يحيى بن زكريا. ومن هذه الأحاديث يتضح بشاعة تشبه النساء بالرجال، ونعرف جيدا ما له من أضرار اجتماعية وبائية تتمثل في المشاكل الأسرية وتشتت العائلي وغياب دور الأم الحاضنة والمربية. ثالثا: مدمن الخمر، وهو الذي يعاقر الخمر ويموت وهو على هذا. وربما ورد عن الرسول قوله: لا شربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعصف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم القرد والخنازير. وربما وصفه الله تعالى بأنه عمل من عمل الشيطان، فقوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر هي أم الكبائر، فمن شرب الخمر استحل كل الحرام بعدها، وهانت عليه جميع الذنوب. هي تمحي العقل وتذهب الإرادة وتساوي الإنسان بالبهاء. وفي النهاية نسأل الله التوبة والهداية للعصاة والمذنبين، لأن الله يقبل توبة عبده طالما عاد إليه. ونسأله أن يبعدنا عن شر الدنيا ويختمنا بحسن الخاتمة.